طيب احنا نتكلم على هنخش الشعر. نتكلم، دكتور عاصم عايز يتكلم على نوعية معينة من الشعر اللي هي سوير قالت عليه، الشعر القرع باينة، يعني فرو صح، قرعتها الفروة باينة، بتبان. صح كده؟ انا مش فروتها، فروة شعرها، قرعتها يعني الفروة، فروة شعرها، مفيش ستات عندهم الكلمة دي. اوكي، شعرنا الخفيف بيبان. بيبان من لا، بس المهم ايه، هي هتقول لك انا شعري ما بيقعش. طب وهي عرفت منين ان شعرها ما بيقعش؟ ما فيش، مش موجود في الحوض. وتقول لك مشكلتي شعري ما بيقعش، امال فدي ازاي؟ هو ده السؤال. ما فدي لانه ممكن يكون وراثه. لا، فدي ازاي؟ هي شعرها مليان اهو، وابتدى ان يشوف فروه الراس وشعرها ما بيقعش. توتر، تغيير هرموني. لا، انت السؤال صعب. لا، بمعنى ايه؟ بمعنى لو ما كانش بيقع يبقى فدي ازاي؟ اكيد بيقع وانت مش واخده بالك مثلا، او بيرفع. هو ده اللي بيحصل له، بيحصل له مينيتشرايزيشن. يعني ايه؟ الشعره التخينه بترفع، فكله بيرفع من هنا، فيبتدي يبعد عن بعضه، فيبتدي الفروه تبان. هو ده اللي بيحصل في الحاله دي. انا عشان كده قلت انا مش عايز اقولهم كلهم زي ما بعمل كده كل مره، لا، دلوقتي نقسم. كل واحده بتبص في المرايه او جوزها باصص لها او مش عارفه ايه، وشافت من هنا فروه راسها باينه قوي، بتبقى محرجه قوي يا دكتور، جدا جدا جدا، في باينه قدام اكتر من ورا. نقول تاني، قدام اكتر من ورا. طيب بانت يا دكتور، واحنا طول الوقت بندور على نحافه الجسم، دلوقتي لازم ندور على سمنه او كثافه الشعر. صح، خرج كثافه الشعر بانت، نعمل ايه؟ حلو، بس الاول نعرف السبب. لان ده فيها عامل وراثي، يعني عامل وراثي واضح، واضح الى اقصى درجه. هتلاقي مامتها كده، هتلاقي بنتها كده. طب والوراثه ده لها علاج؟ وغريبه جدا ان لها علاج. يبقى احنا هنقول انا شعري ما بيقعش يا دكتور، وبتبقى فاهمه بتقول ايه كويس. انا الفرشه احطها كده ما بيطلعش فيها شعر، يعني بيقع من جدره زي ما بيقعش، ده بيرفع، ففروه الراس بيتبان. على شفت كلمه الاجانب اللي هقولها، يقول لك ثيننج. ثيننج يعني بينحف، بينحف، بيخس. شوفي لما تكون معاك حد بتاع لغه عربيه بقى، هي بينحف. لا كلناش هنجيبها انا وانت ولا دكتورة ولا 10 سنين ولا 10 سنين. والله برنامج الستات ده خلانا نبقى 20 صنايع والبخت مش رائع. لا، فينحف، ينحف دي احنا في الطب ما جبناهاش لغايه دلوقتي. الشعريه تنحف، يعني ايه؟ ترفع في السمك، ترفع، عشان كده ما بتقعش. ما فيش حاجه في فروه، ما فيش حاجه في الفرشه، ما فيش حاجه في الحمام، ده هي بتنحف، بتنحف بنسبه اكتر من 20%. طب نلحقها ازاي بقى؟ ما هقول اهو. يبقى دي شافتها هنا، عملت ثيننج انها بتنحف، ودي فيها عامل وراثي. كل ما السن يبتدي يطلع تبتدي الدنيا تبان اكتر، الام عندها والبنت تبتدي عندها. هل معاها شعر هنا زياده ولا لا؟ اول سؤال. هيبقى احنا تقول لك ما انا بشيله كل يوم. لا، شيليه كل يوم ايه؟ ده حاجه غير طبيعيه. يبقى زياده الشعر في الدقن في الحته دي مع رفعان الشعر، مع رفعان الشعر يبقى في حاجه غلط. هل في تكيس مبيض ولا لا؟ غالبا لو جت في البنوته الصغيره يبقى في تكيس مبيض، رفعان الشعر والشعر اللي هنا. يبقى في تكيس مبيض. ده للبنت الصغيره، يبقى البنت الصغيره لو حصل كده يبقى لازم تروح لدكتور النساء. وتروح تعمل فحص تحاليل، تعمل لنا فحص على هنا المبيض، تشوف لنا في تكيس ولا لا. لقينا يا دكتور، لقينا التكيس والشعر ده بيطلع وشعرها فعلا. العلاج اسهل منه مفيش. هنعمل ايه؟ هناخد سبايرونولاكتون او اسمه الدكتون تحت اشراف الطبيب. الدكتون هتاخد 100 مرتين، ولو الدكتور سمح لها بكده يبقى جميل. الدكتون حبايتين ولا حبايه واحده؟ ضد هرمون الذكوره اصله، ما هو عشان بيوطي كده الدكتون ده هيوقف لها نمو الشعر، وهيوقعه. هتاخد قرصين، وهيبتدي ده يملى. قرصين في اليوم ولا قرصين كل مره؟ لا، هو قرصين في اليوم. اوكي. واللي بعدين اللي مهم قوي، لو كان هتقول لك بيدروخني في التاني، ايه كمان هيكتب لها الدكتور، وخصوصا بتوع النساء بيحبوه قوي، الجلوكوفاج.
الكلوجوفاز ده منه يخسس ومنه يظبط السكر. بيخسس لو الكلام اللي انا هبقوله ده دكتور مع بقلاصه. لازم تعمل تحاليل معينه قبل ما تاخد الحاجات دي صح؟ طبعا. خلاص احنا عملنا تحاليل واثبتنا ان احنا عندنا تحاليل عشان تقدر تاخدها. هيدرو تستوستيرون. لا لازم تعمل حاجه للذكوره. نقول ايه؟ هرمون الذكوره داي. بس الغريبه انه بيطلع دايما طبيعي دايما. داي هيدرو اسمه طويل، انما هو نقول الذكوره اللي في الدم، هرمون الذكوره اللي في الدم. انما هنقول تاني عشان الناس ما تبعدش عننا، لو لقيتي بنتك ابتدت تتخن، ابتدت تتخن من غير تفسير، ابتدى يطلع لها شعر هنا انت بتشيليه، ابتدى الشنب هنا يخضر، ابتدى شعرها يرفع، الكلمه اللي انت قلتيها ينحف. يبقى 1 2 3 وعملت لها تكيس مبيض لقيتيه، يبقى خلاص ده عندها بنسميه في حاجه اسمها فيميل باترن هير لوس، تساقط الشعر الانثوي. الانثوي فيميل باترن. ابن عمها او اللي هي في الراجل بس ما لهمش علاقه ببعض، اللي يبتدي الشعر ينحل اللي انا اتكلمت عنه.